ثانية واحدة. على فين يا زوز؟ ثانية واحدة يا قاهرة. إيه يا مطلي؟ كل ده يا مطلي؟ افرض يعني كانوا نزلوا وأنت مش موجود، عارف أفندينا كان ممكن يعمل فينا إيه؟ مش عبال ما طلعت العربية وغزلتها وفولتها؟ ماشي يا مطلي، ماشي. يلا روح قول لهم إن إحنا جاهزين يا أخويا. أنا هقول لهم دلوقتي، وخلي بالك من العربية، أوعى تحكها. قلبك ايه حبيبك هيبقى ايش ما تخلص بقى كرامه هي اصلا متلمعه لازم تحطي بصمتك يعني ماشي هيبقى شكلك ايه لما اسيبك تقول لقلبك ايه عن حبيبك هيبقى شكلك ايه لما اسيبك انا زي ما انت شايفه كده عندي شغل ادعي لي بقى ايه رايك يا كرم؟ حلو ده بنت العسل تيجي معايا ازاي؟ انا رايح شغل ينفع؟ ينفع؟ ما هي قاعدة في البيت زهق طب نعمل ايه؟ أنا بكرة هخرجك أوديك الفيشاوي عند الراجل أبو عود وأفرجك على الأجانب اللي أنت بتحبيهم ماشي؟ لا راح في ايه؟ بكرة النهاردة الأجانب أجازة يا عسل أنا مش عارف دي أنا توت مني أنا مش قادر لا محمد رسول الله عارفها ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله نتبارك يا حجة اقعد يا حبيبي لما رأيك بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم تسلمي لي يا حجة جاهز يا خال يلا أبو سن نتبارك يا حجة مش هوصيك الليلة تفرق معانا كتير وممكن تبقى بداية خميس تلاقيش طمني يا حجة كل اللي اتفقنا عليه هيحصل اتفقتوا على ايه؟ وانتوا عاملين مؤامرة؟ مفيش يا ابو جمعة وراك اهو ادعي لنا يا حاج مع السلامة يجعل لكم في كل خطوة سلامة ادعي لنا يا حاجة يجعل لك في كل خطوة سلامة يا خميس يا ابن بطني يا رب استرها معانا يا رب استرها معانا اتفضل يا فندينا هنروح مشوار الأول يا خالة من الحفلة مشوار ايه اللي هنروح يا خميس؟ أقول لك بالاذن ثواني عم زغلول مين عم زغلول اهلا ازيك يا فندين الحمد لله تمام اخبارك انت ايه الحمد لله فتنا اخبارها ايه نحمده ونشكر فضله احنا كنا فين يا ابني كنا فين ربك لطف بينا على الاخر الحمد لله ما انت كريم يا رب طب ايه مش محتاجه حاجه مستوره الحمد لله يا ابني ما يلا خميس تاخرنا يلا يا خال اهو جاي اهو طب يلا يا ابني شوف مصاب ماشي السلام عليكم اتفضل يا عم زغلول الله يكرمك السلام عليكم اتفضل يا راجل بركه راجل بركه يا لهوي على نظراتك عسل يا مطني يا خميس قول لي مشوار ايه اللي هنروحه قبل الحفله اريك يا خال اركب بس اركب خد بالك من نفسك يا معلم خد بالك من حروفك سلام يا معلمي ما قلتليش بقى مشوار ايه اللي هنروح وابتدى المشوار يا خوفي من اخر المشوار افدينا يلا رمانة Thank you.
أول مرة الحلو يكمل. بجد يا خميس؟ يعني عاجبك؟ عاجبني. القالب غالب يا رمانة ميزان الجمال والحلاوة. بموت في كلامك الحلو يا خمستي. أنا اللي بموت في كل حاجة. بحبك يا خميس. وأنا بحبك يا رمانة. بقول لك إيه؟ إيه؟ ما تيجي نخلع من الحفلة ونقضيها. الخال، الخال والد. مش بتقول لي خالك مستنيك؟ يلا بقى بطل دلع. طب انا بعت اجيب المعزول. طب نخلص من مشوار الحفله الاول. ماشي. اتفضلي يا ملكه. يتوب علينا ربنا. يلا بينا. انت ماشي كده ليه يا خميس؟ دنيا وماشيه بالمعكوس. اه يا دنيا. الله. اه يا دنيا. الله. ويكون الشيطان ضحك عليكي وتهيألك إن أنا نسيت. لا، أنا فوتها بمزاجي قصادهم وقلت لنا ركن نتحاسب فيه. ليه بقى إن شاء الله؟ وأنا كان ذنبي إيه؟ هو أنا اللي كنت خدته من إيده وقلت له يروح يشرب الهباب اللي خلاه مش عارف يمينه من شماله؟ ولا أنا اللي كنت سحبته من رقبته ودخلته عليا الأوضة وأنا واخدة راحتي على الآخر؟ يا حاجة خليكي منصفة. انصافي ليكي ان انا سايباكي على ذمه اخويا لغايه دلوقتي ومخليالك نفس في الدنيا وعازه في البيت. امشي عدل وما تخربيش على روحك. خضتيني. ايه على طول ضدي؟ ليا ذنب ماليش ضدي؟ بقولك ايه، ما تروحي تكلمي احسن. مياستك ومرقعتك عليه في الاوضه وصلتني. ولا تكونيش يا بنت فاكره ان انا نايمه على وداني. مياستي ومرقعتي؟ استغفر الله العظيم يا رب. عينيكي فتحاك يا روح امك. بقولك ايه، لم نفسك لا تبص تلاقي روحك مرميه في الشارع زي قطط البلدي. عارفه القطط البلدي؟ نياو. كلمتين واقفين في ظهوري مش قادر ابلعهم. اشرب لك شويه ميه وابلعهم يا خال. انا ما بهزرش. ولا انا. قصدك ايه؟ رمانه مش كده؟ سايب النوع وابنه بيقسمه على تقيل وانت داخل سحبالي في ايدك. كان لازمته ايه تجيب حفله زي دي؟ عشان انا عايز كده يا خال. هات يا جمال يا رب. بسم الله ما شاء الله، فريدة بتحلو كل يوم عن التاني. انت كنت مخبيها عننا ليه يا باشا؟ ولا مخبيها ولا حاجة، كانت مسافرة بره بتدرس كيمياء عشان تنفع أبوها. وبراءة كمان، الواد اللي فاضل لي بعد موت أخوه غريب الله يرحمه، هو اللي ماسك كل شغلي وكل اللي حيلتي هيبقى ملكه بعد ما أموت. ربنا يديك طولة العمر يا معلم. الله يجبر بخاطرك يا باشا. اشرب يا معلم. اتفضل يا باشا. صحتك يا معلم.
خميس خميس شايف الشغل على اصوله؟ خليك انت يا اخويا العيش جنبها. يتوب علينا ربنا يا خالي.